يبدو ذلك، يبدو أن إسرائيل يعني تحاول أن تعيق يعني كل الظروف وكل المستجدات على أرض الواقع التي تفضي إلى يعني إلى صفقة. وأنا أعتقد حتى تجدد مطالب نتنياهو كل يوم يعني يخرج لنا بمطلب جديد من فيلادلفيا إلى عودة النازحين إلى الشمال بكرة وبعد بكرة في نتسارين في وسط قطاع غزة، وسنضع يعني آليات جديدة للمراقبة على سكان القطاع الذين يتحركون من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. فأنا أعتقد أنه ربما استعدادا لزيارته إلى واشنطن يحاول يعني أن يساوم ويفاوض الأمريكان. في هذه المرحلة نتنياهو لا يفاوض حماس ولا يفاوض يعني الوسطاء، هو يحاول أن يرسل برسائل واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى إدارة بايدن أن الرؤية الإسرائيلية هي في نهاية المطاف هي التي ستغلب، وأن إسرائيل ليست جاهزة في هذه المرحلة إلى صفقة يعني تفضي إلى مسار سياسي فعلا مجدي ينهي هذه المعركة وهذه الحرب، وأن إسرائيل ستستمر في هذه المعركة في قطاع غزة يعني لسنوات كبيرة. في المقابل أنا أعتقد حماس تشددت يعني بعد محاولة اغتيال الضيف ورافع سلامي وغيرت من نموذج يعني التفاوض، دخلت في حالة من الغموض الاستراتيجي رغم التصريحات التي تصدر عن قادتها من هنا وهناك. يعني ما لكن أهمية أنا هذا الغموض الاستراتيجي؟ نحن نعرف وكما ذكرت ومنذ بداية هذه الحرب نعلم ما هي مطالب إسرائيل وأهدافها، ولكن إسرائيل أنت حماس تقول بأن لديها غموض استراتيجي، غموض بماذا؟ والشعب الفلسطيني يموت وتخسر الأرض وتخسر كل شيء. يعني بتعرفي نحن يعني في قلب المعركة والمفاوضات لا تنعزل تماما عما يجري في الميدان، و يعني حماس هي ليست من يعني يعيق في هذه المرحلة. إسرائيل يعني واضح أن نتنياهو لا ترغب بأي تسوية، ولكن حماس بداية هي من كان يقول السنوار بأن إسرائيل هي حيث نريدها أن تكون، أو الإسرائيليون حيث نريدهم أن يكونوا. أنا أعتقد يعني حماس لن يكون بمقدورها أن تروج لصفقة لا تحقق الحد الأدنى يعني من المطالب في هذه المرحلة، بما فيها طبعا فتح معبر رفح وعودة النازحين إلى الشمال. وبالتالي إذا ذهبت إلى صفقة لا تلبي يعني بعض هذه المطالب ستخسر كثيرا فيما يتعلق بالقواعد. هذا موضوع نقاشي، لأنه كيف ستحصل على هذه المطالب وهي خسرتها، يعني خسرت كل هذا. الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين، كيف يمكن حصول أي توافق فلسطيني فلسطيني إذا كانت فتح في الفترة الأخيرة بمعظم بياناتها تحمل مسؤولية الدم الفلسطيني لحماس؟ نعم، وعشان يعني أنا لست متفائلا يعني من المنظور يعني الوطني ومن المنظور الواقعي، غير متفائل لأنه لم يتغير أي شيء. يعني نفس الوجوه التي تذهب إلى كل عواصم العالم سواء من فتح وحماس هي تقريبا من سيدير هذا الحوار. العامل الثاني لم يتغير أي شيء، بالعكس تماما. أنا برأيي ملفات الانقسام زادت، لأنه حاليا الحديث عن غزة والإعمار والسلطة ما بعد غزة وحكومة وحدة وطنية ومن سيدير كل هذا الشأن. قبل 7 أكتوبر كان الحديث عن دخول حماس إلى منظمة التحرير وشكل من أشكال المحاصصة ما بين الفصائل، لكن حاليا التركة وعملية المفاوضات أصبح مثقلة تماما يعني بقرار الحرب والسلم. بتعرفي هذا قرار مهم في الحالة الفلسطينية وفي الخطاب السياسي والمناكفات والتأجيج الإعلامي الذي حدث مؤخرا ما بين الفصيلين الكبيرين وغياب الفصائل الأخرى. ما معنى حضور فتح وحماس وعدم فاعلية الفصائل الأخرى وأن تكون هناك جهة ثالثة يعني ضامنة لهذه الجهة الثالثة، طبعا ضامنة فلسطينية؟ والعامل الأخير، لا أعتقد أن الصين في هذه المرحلة يعني قادر للتأثير على الفصيلين الكبيرين، على اعتبار أن الصين تقوم سياستها على أساس الحياد الإيجابي وشكل من أشكال التدخل في المناطق شرط ألا يؤثر على مصالحها. الصين لها مصالح مع العالم العربي، مصالح مع إسرائيل. ولكن حتى دكتور هناك ما هو أصعب، ما تحدثت فيه هي أمور إدارية وغيره، ولكن هناك مشكلة أعمق بين السلطة وحماس تعود إلى أوسلو. كيف يمكن لأي من الطرفين جر الآخر إلى المربع الخاص به؟ هذه هي الإشكالية. نعم، قلت قرار الحرب والسلم، تعرف فتح من قادة أوسلو وتوصلت إلى هذه الصفقة مع إسرائيل،
ولم يتم تحقيق أي شيء يعني من المشروع الوطني الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وفوضت إسرائيل الفلسطينية لمدة 30 عام بدعم أمريكي من دون التوصل إلى أي اتفاق. في نفس الوقت حاليا يعني أمريكا ترعى المفاوضات فيما يتعلق بغزة، وتحاول أن تجر الفلسطيني إلى فترة طويلة من المفاوضات، وتكون حبيسة للتغيرات في يعني الداخلية الأمريكية والإسرائيلية. اليوم في عنا انتخابات، اليوم في عنا إدارة ديمقراطية، بكرة في عنا إدارة جمهورية. لذلك أعتقد أنه إذا ما كانش هناك توجه فلسطيني حقيقي من الداخل ومدعوم من الداخل ورؤية واضحة فيما يتعلق بقرار الحرب والسلم وتحديد وطني الفلسطيني، أعتقد كل المحاولات يعني سيكون يعني تؤكد بأنك لست متفائل بهذه الحوارات المنتظرة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين.